مرحبا وأهلا وسهلا في أحلى أصحاب برج العقرب الحساسين كتير كتير كتير، واللي بيهتموا بالتفاصيل ومتعبين حالهم ومتعبين اللي حواليهم بالحساسية تبعتهم. لكن أنا بشوف إن هاي الحساسية يعني نابعة من قلب طيب، من لأنه هم كتير مثاليين في، خاصة في العاطفة حتى في الشغل، فبستنوا دائما من الأطراف اللي حواليهم أنها تكون بنفس القدر من الشفافية، وهذا حقهم. لكن أنا برجع وبقول يعني برج العقرب لازم شوي تخفف من الحساسية تبعيتك بالأشهر الجاي، لأنه كتير الأمور رائعة اللي عم بيبين معي، يعني أحلى ورق عم بيبين معي. ولشريكك على فكرة الخير، يعني الخير جاي لإلك ولشريكك، إن كان زوج أو إن كان حبيب أو في علاقة عاطفية معه، فهو حينوب من الخير. جانب حبايبي برج العقرب وبنات العقرب اللي بيجننوا، اللي كتير بيهتموا بحالهم وبيهتموا باللي حواليهم وبيحبوا يدلعوا الزوج وبيحبوا يدلعوا الحبيب، وطول الوقت اللي بدك إياه حبيبي وكذا. بس بنفس الوقت اللي بحبه في بنات برج العقرب هو إنهم مش هبايل، يعني هما طيبين، لكن شخص العقرب هو طيب لكن مش أهبل، هو بيعطي بس بيعرف إنه اللي قدامه يمكن يستاهل يمكن ما يستاهل. هما ما بينخدعوا أبدا في الأشخاص اللي حواليهم، وعندهم حاسة سادسة على فكرة. برج العقرب بالفترة الجاية راح يكون في عندك خيارين، خلينا نشوف بس على أي صعيد. في عندك خيارين بالعاطفة، خليني أحكي عن المتزوجين أول شيء. المتزوجين والزوج كان في نوايا انفصال أو طلاق، طبعا هذا الإشي يعني والله أعلم إنه ما حيصير بهاي الفترة أبدا، لأنه الأمور من حسن لأحسن وللأفضل رايحة بالنسبة. بس بالنسبة للمتزوجين من برج العقرب، بترجى انه الشاب والبنت من برج العقرب يكونوا يعني صبورين شوي، ما يكونوا حساسين، يمشوا. ما عم بحكي انه يمشوا الأخطاء الكبيرة، لا، يعني بس ياخذوا يعطوا، يفهموا ايش الموضوع قبل ما يزعلوا، لأنه هم بيزعلوا كتير وبيزعلوا حالهم، ما بعرف كأنهم يعني بحبوا الزعل. فأنا بوصيهم ما يعني ما يكبروا الأمور، بالعكس بيصغروها، لأنه هذا الموضوع يعني زواجكم هو زواج ناجح بكل المقاييس. بالنسبة لعزاب برج العقرب في عندهم خيارين، والخيارين أحلى من بعض يا جماعة يا جماعة. برج العقرب في عنده خيارين حلوين، واحد أفضل من واحد. لكن برج العقرب ما حيختار ولا واحد من الخيارين، ما بعرف ليش. هذا اللي مبين عندي إنه هو في حيرة كبيرة. طبعا أنا بقرأ لكم الورق وبحكي لكم بنفس الوقت نصيحتي لحتى تستغلوا هاي التوقعات لصالحكم، تنقلب الأمور بدل ضدكم لصالحكم. الخيارين كتير حلوين، فحاولوا تختاروا الأفضل، ما تستنوا، ما تضلكم تستنوا يا عقرب الشخص المثالي اللي 100%. هذا الشخص واحد منهم حيكون كتير رائع، عنده أموال، عنده ما بعرف، يعني واحد منهم حتختاروه. انتو إذا اخترتوه حتختاروه بعد تفكير طويل عريض، لأنه برج العقرب يعني بطيء باتخاذ القرارات المصيرية. هو على الصعيد اليومي أو القرارات اليومية هو سريع كتير وما بفكر،
كتير بالموضوع، ديناميكي، بيعرف كيف يختار لبسه، أكله، روحه، جياته، الأشخاص اللي ماشي معاهم. يعني هو شخص ديناميكي وجميل وكل هاي الأمور، لكن في الأمور المصيرية هو بيوقف هون، وكأنه يعني بده ياخذ قرار. هو فعلا قرار مصيري صعب، لكن أنا بحكي لكم إنه جايتكم تنتين علاقات، يعني شخصين، يعني بنصحكم إنه تختاروا واحد منهم، لأنه التنين مناح والتنين بيخدموكم في الطريق، في الأوقات الجاي والسنين الجاي، لأنها علاقة طويلة الأمد. ما تضلك تطلع لوراك لبرج العقرب. طبعا برج العقرب اسم على غير مسمى، هو أبدا مش عقرب، هو صديق صدوق. يعني إذا عرف حدا بتحس إنه أصدقائه عمر الصداقة تبعتهم 10 سنين و15 سنة، ومن هذا الحكي اللي ما بنلاقيها بالأبراج الثانية. هو شخص كتير شفاف وكتير بيحب إنه يكون اللي قدامه الطرف الثاني شفاف مثله. بقول لك حتى لو كان الشخص اللي قدامك مختلف، لكنه اللي مبين عندي إنه إنسان رائع، ومن الناس اللي بيوزعوا فلوسهم على المحتاجين، وبيحاولوا إنه يمسكوا كل الأمور. يعني رح يريحوكم بالفترة الجاي من كتير أمور. وبقول لك يا الأعزب من برج العقرب، بقول لك إنه في تغيير كبير في شخصيتك، راح تكون في تغيير كبير للأحسن. يعني راح تحس إنه بس بمجرد أكم من شهر أنت كبرت 10 سنين بالنسبة للحكمة. راح تكون سريع في قراراتك المصيرية، راح تكون بالأفضل إن شاء الله والأحسن. اللي حواليك راح يحبوك في الشغل، خاصة في الشغل. السمعة راح تكون كتير طيبة من بعد مشاكل كبيرة صارت في الشغل، لدرجة إنه أنت كنت بدك تترك كل شيء بالشغل وتروح، بس أنت ما رحت لحد الآن. وأنا بقول لك استمر، لأنه الأمور من حسن لأحسن في موضوع الشغل، لكن الأمور بتترتب عليكم أنتم. بنصحكم دائما، مش بس لبرج العقرب لكن لكل الأبراج، بتمنى دائما تكونوا متفائلين، دائما تحطوا حسن النية في الشخص اللي قدامكم. احنا عارفين انه في هذا الوقت صعب تلاقي شخص شريك مخلص او، لكن انت بتقدر تغير الشخص اللي قدامك بحكمتك وبلطافتك، بتقدر تغير من الشخص اللي قدامك. وكتير من العلاقات يا برج العقرب بتبلش انه التكامل او الانسجام بين الطرفين يا دوبك بيكون 20-30%، ما بتلاقي الا انه الشخصين صاروا خلص شخص واحد بعد فترة. وهذا الاشي بيعطينا حكمة، او بيعطينا يعني حكمة انه مش للوهلة الاولى انا خلص هذا الشخص اكس، يعني اكس عليه. لا، انا برج العقرب انا بوصيكم انه تاخذوا الأمور بتروي، تدرسوا الشخصين هدول اللي قدامكم. إن كانت بنت العقرب أو شاب العقرب، كان عنده فرصتين يدرسهم كتير منيح، لأنه واحد منهم راح تكون العلاقة طويلة الأمد، يعني زواج. في زواج وخطوبة لبرج العقرب، لمعظم مواليد برج العقرب، وطبعا للي تواصلوا طاقيا معي، لأنه طاقتكم مش كلكم بتوصلني، فالقراءة بتكون لنسبة معينة مش 100% من اللي عم بسمعوني، وأحيانا بتكون القراءة عكسية. فبرج العقرب شهر حيكون كتير حلو عليك، وأكيد أنت هلأ عايش البوادر، يعني بوادر شهر 7 رح يكون حلو كتير، شهر 8 رح يكون شبه شهر 7. فبتمنى لكم إنه هاي التوقعات تزبط يا رب عليكم كلكم، لأنه توقعات كتير بتجنن وكتير حلوة،
ويا رب يا رب انه يكتب لكم الخير كله، وخلينا نحكي لكم مبروك بالنسبة للزواج، يا رب انه اكبر شريحة ممكنة من اللي عم يسمعونا تزبط عليهم هاي القراءة ويتزوجوا بشهر واحد من الثلاث اشهر. وقلت لك لبرج العقرب.